لو رجعنا بقى لفتره اللعب مش التدريب، ايه كانت اكتر الفترات اللي حضرتك بتشوفها كانت متميزه ليك جدا او مميزه يعني بالنسبه لك؟ يعني انا شايف ان فترتي ايام الترسانه دي كانت من افضل الفترات. انا يمكن في فتره الترسانه يمكن انا كنت جاي من نادي المنصوره، وكان يعني تم التعاقد معايا من نادي الترسانه. الحمد لله دخلت الفريق بشكل سريع جدا، اتألقت بشكل سريع جدا، انسجمت مع الفريق بشكل كويس. كانت فترة بالنسبة لي فترة مميزة جدا، لأنه يعني بعدها مباشرة انضممت لمنتخب مصر، يمكن من أسرع اللعيبة اللي طلعت في الدوري الممتاز أو ظهرت في الدوري الممتاز، وانضمت بشكل سريع جدا للمنتخب. كنت محظوظ جدا بده، كان في دعم من كابتن فاروق عفر، كان هو المدير الفني ليا في نادي الترسانة، وكان في الفترة دي يعني قائد المنتخب المدرب الكابتن حسن شحاتة، ويعني هو كمان تعامله معايا ساعدني بشكل جيد جدا ان انا اظهر بشكل كويس، اداني ثقة، كان بيتعامل معانا كأب، يعني ده فعلا فرق معانا جدا. يعني انت كنت محظوظ فعلا بوجودك مع كابتن حسن شحاتة. طبعا الجيل الذهبي ده المنتخب المصري، الجيل ده كان من اهم الاجيال اللي جت في تاريخ الكرة المصرية، يمكن تحقيق ثلاث بطولات 6 و8 و10 يعني كان اكبر دليل ان المجموعة دي كانت من افضل مجموعة اللاعبين اللي كانت متواجدة يعني. صحيح.